مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. حرب الغاز تشتعل بين روسيا وباقي دول أوروبا، إذ أن أوروبا تعتمد على 40% من الغاز الروسي، لكنها في نفس الوقت تعادي روسيا وتقف أمامها وتعارضها في بعض القضايا مثل قضية أوكرانيا. لكن الروس، ومن أجل الضغط على الأوروبيين وتأذيبا لهم، هددت بقطع الغاز وشل مصانعهم ومطابخهم وحتى مدافئهم. الأوروبيين لم يبقى لهم سوى الغاز الجزائري، أولا لأن الغاز الجزائري غير بعيد، أي أن الجزائر قريبة من أوروبا، ثانيا لأنه يوجد أنبوب مباشر من الجزائر إلى إسبانيا، وآخر من الجزائر إلى تونس، ومنه إلى إيطاليا، وهذا ما سيجعل الغاز الجزائري كشريان حياة بالنسبة للأوروبيين. لكن الجزائر حليف لروسيا، فهل ستطعنها في الظهر وتضاعف من إنتاج الغاز لتعويض نسبة 40% التي خلفتها؟ لنستمع إلى ما يقوله رياض الصيداوي في هذا الأمر. الخبر الصحيح أوردته صحيفة إسبانية أنك الحلف الأطلسي يسعى إلى ضخ أكثر ما يمكن من الغاز الجزائري، محاولة لتعويض الغاز الروسي. لكن خبير مسؤول سابق في سوناتراك يعطي رأيه، وهو رأي هام جدا سنتعرض له. في كل حالات حرب الغاز اندلعت، نعرف انه دكتاتور قطر، سامحوني كلمة دكتاتور قطر يعني ليس ديمقراطي، استقبلها جو بايدن كأنه ديمقراطي جدا، على اساس ان قطر تساهم في تعويض الغاز الروسي. لكن حسب الخبراء وناجينهم، حتى قطر يلزم انبوب وليست لها انبوب بعد، حتى الجزائر وقطر غير قادرون على الاقل في الوقت الحالي لتعويض الغاز الروسي، لان اوروبا تتغذى باكثر من 40% من الغاز الروسي. في كل حالات الجزائر ربحت من حرب الغاز ان صح التعبير، لانه اسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير جدا، وحتى المحروقات النفط يعني فاتت 90 دولار ماشيه 100 دولار، وهذا يساعد الدوله الجزائريه والاقتصاد الجزائري. لكن كما قلت في حلقه سابقه، الجزائر لن تطعن روسيا في الظهر، لان حليف استراتيجي لها من الناحيه العسكريه، وساعدتها في ايامات الشده ومنذ ايام الثوره، لكن في نفس الوقت تبحث عن مصالحها. وفي نفس الوقت سناتي الى الخبير الذي يقول انه فعلا مهما ضخ الجزائر من غاز فلن يعوض ذلك الغاز الروسي. طيب، حلف شمال الاطلسي، هناك تصوروا يعني تدخل حلف شمال الاطلسي، يعني المساله العسكريه تدخلت في المساله الاقتصاديه، لانه كل شيء مرتبط ببعضه. الناتو يستكشف امكانيه تشييد خط انابيب لنقل الغاز الجزائري الجديد من اسبانيا الى المانيا عبر فرنسا. نعرف انه الجزائر تصدر مباشره الغاز عبر البحر، عبر انبوب الى اسبانيا والبرتغال، لانه الانبوب المغربي تم قطعه، توقفت عن الضخ فيه. فهم يعملوا يتم معالجه الغاز في اسبانيا ثم نقله الى المانيا عبر التراب الفرنسي، حتى تقلص اوروبا من اعتماد على الغاز الروسي. طيب، صحيفه لافانغارديا الصادره في برشلونه نقلت عن مصادر في الحكومه الاسبانيه ان الخطه، خطه الناتو، تتمثل في تحويل شبه الجزيره الايبيريه الى منصه توزيع، شبه الجزيره الايبيريه هي اسبانيا، تحويلها الى منصه توزيع قادرة بشكل كبير على تقليص الاعتماد الشديد لألمانيا وأوروبا الوسطى على الغاز الروسي، خاصة ألمانيا مسكتها روسيا يقول احنا من العنق بسبب الغاز. صحيفة لافانغارديا أيضا أشارت إلى وصلة جديدة عبر جبال البيرني لإرسال الغاز الطبيعي والمسال الجزائري
إلى وسط أوروبا، والذي يمكن تخزينه ومعالجته بواسطة 8 مصانع لإعادة تحميل الغاز تقع في إسبانيا والبرتغال. الغاز يوصل خام إلى إسبانيا ثم يعاد ب8 محطات تصنيعه ويرسل إلى إعادة تحويل الغاز، ثم يرسل إلى أوروبا إلى ألمانيا عبر فرنسا. نفس الصحيفة دائما تقول ونبهتنا إلى أن دراسة خيار حيال مشروع ميدكات لإنشاء ممر متوسط لنقل غاز من الجزائر إلى وسط أوروبا كان ثم مشروع يحاولوا إحيائه، لأن المشروع هذا فرنسا وإسبانيا تخلت عنه قبل 3 سنوات، قالوا أنه غير مربح، أنه غير مربح هذا الخط نتيجة تبديل الغاز بمصادر طاقة متجددة، وتكلفته تبلغ حوالي 3 مليارات يورو. الآن استفاقوا، قالك لا، لأن مسألة مربح أو غير مربح الآن مسألة استراتيجية، مسألة حياة أو موت، لأن المهم إذا روسيا تحتل أوكرانيا هم يعملوا عقوبات اقتصادية قاسية جدا ضد روسيا، روسيا ترد يعني توقف عنهم الغاز، وقلنا أكثر من 40% من الغاز الأوروبي في أوروبا يأتي من روسيا. صحيفة أيضا تقول أن مسألة إحياء ربط حدودي جديد مع فرنسا توصل الغاز إلى قلب أوروبا مطروح الآن على طاولة عمل دول الناتو. نفس الصحيفة تقول أيضا يبدو أن الاعتماد الكبير لألمانيا على الغاز الروسي الآن هو أحد نقاط الضعف الجيوستراتيجية الأساسية للاتحاد الأوروبي. وقلت بوتين في موقف قوة كبيرة جدا، خد عليهم الغاز الطاقة، وفي موقف عسكري قوي كما قلنا تستورد أكثر من أوروبا، تستورد أكثر من 40%. طبعا الناتو يحاول أن يعوض، أن يعوض الغاز 40% هذا الغاز الروسي بماذا؟ بالغاز القطري، لكن كما قلنا في الحلقة الماضية لا يوجد أنبوب غاز من قطر يذهب إلى أوروبا. واحد مشاكل الحرب السورية، أزمة سورية، هي هذا حكاية أنبوب الغاز اللي كان يحبه قطر يمر عبر سوريا، لكن الرئيس بشار الأسد نبه بوتين على أساس أن يحبوا يلعبوا لك يعني باستراتيجيتك الغازية في أوروبا. مصالح الدول هذه، ساعدتني أساعدك. تقول صحيفة ديما أن الولايات المتحدة تحاول تشكيل تحالف من مصدر الغاز الطبيعي المسال لزيادة الإمدادات إلى أوروبا تحسب الاحتمال أن تقطع روسيا الغاز عن القارة إذا فرض الغرب عقوبات عليها في حال غزت أوكرانيا. هذا قلناه وقالته الصحيفة. المفروض أنه الخط الأنابيب المقترح الجديد هذا من إسبانيا إلى ألمانيا اللي طبعا مش اعتمد على الغاز الجزائري يقوم بضخ ما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. بعد 3 سنين من التخلي عن المشروع هذا ميدكات الآن يراجعوا في القرار، يحاولوا يوصلوا أدخل مصنع لإعادة تحويل الغاز بأوروبا في ميناء برشلونة مباشرة بخط الأنابيب المخطط له. تقول نفس الصحيفة لافانغارديا أن ألمانيا تبحث الآن باهتمام في هذا المشروع، تحتاج إلى خيارات إمداد بديلة عن الغاز الروسي. رغم أوروبا وألمانيا هم في موقف ضعف، ليست روسيا في موقف ضعف. روسيا محاصرة طول عمرها، محاصرة من الاتحاد السوفيتي إلى اليوم، دائما عقوبات اقتصادية، وعندها الصين كما قلنا هي توقف الغاز كرد فعل على عقوبات قاسية، وأوروبا تموت بردا وطاقة وكهرباء ومصانع وتعدين، كله مربوط بالغاز الروسي. استكمل أواخر العام الماضي تشييد خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر بطيق متجاوزا أوكرانيا. لكن الآن جو للجزائر. عجبني أنا تدخل لمسؤول سابق في سوناتراك، هام جدا، أجاب على السؤال هل ستعوض الجزائر الغاز الروسي في أوروبا. مسؤول سابق في سوناتراك يعني من الداخل، يعني فهم العملية ويعطي إجابة مقنعة. طبعا كما قلت إلى جانب
أنه في كل الحالات لن تعمل الجزائر على طعن روسيا في الظهر أو ضرب مصالح الحيوية، لأن عندهم علاقة استراتيجية واتفاقية استراتيجية وعسكرية تعطيها في السوق 57 والاس 400 والاس 500 وغواصات متطورة، عملت علاقات كثيرة جدا على لماذا روسيا تزود الجزائر بأفضل ما عندها من أسلحة. الخبير للأسف الشديد ما عندناش اسمه، المتحدث في وكالة الأناضول، يقول إن الجزائر لا يمكنها ذلك لسبب بسيط، الجزائر غير ما يمكنهاش أن تعوض الغاز الروسي. لماذا؟ وهو يقول فارق الإنتاج بين البلدين، بمعنى أن الإنتاج الروسي أضخم بكثير جدا من الإنتاج الجزائري ومن التوزيع الجزائري. يوضح في حديثه أن الجزائر تصدر في أحسن الأحوال، يعني إلى الماكسيموم أقصى ما يمكن أن تصدر الجزائر، هو بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب إلى إيطاليا، هذا الأنبوب يمر عبر تونس، وثم حتى مشكل بين تونس والجزائر، تونس مستفيدة جدا من هذا الأنبوب الذي يمر عبر أراضيها، وعندها سعر تشتري الغاز الجزائري بسعر تفاضلي، وفي نفس الوقت عندها جزء من الغاز أيضا مجاني، وهذا كان معمول به مع المغرب، لكن المغرب تعرفوا قصة الغاز تو المغرب في ورطة، ربما يسحق حلقة أخرى من قريت مقال فعلا من المغرب يعيد يستورد في الغاز الجزائري عن طريق اسبانيا، طلب من اسبانيا ان تعطيه الغاز الجزائري لكن باسعار مضاعفه، الاسبانيول مش يتاجروا فيه ويربحوا فيه ويرفعوا في السعر لانهم يشتغلوا عليه وياخذوا هو بسعر اضخم بكثير، ولم يكن المغرب مستعد لذلك، ما كانش يتصور انه الجزائر ممكن توقف امداد انبوب الغاز. نقول احنا جايه لعب حصان. قلنا المسؤول هذا السوناتراك السابق ان الجزائر تصدر في احسن الاحوال ما بين 20 الى 30 مليار متر مكعب الى ايطاليا ونحو 12 مليار الى البرتغال واسبانيا وكميات اخرى اقل بكثير نحو فرنسا وتركيا واليونان ودول اخرى، كميات قليله يعني. لكن الاساسي بالنسبه للجزائر هو انك تشوف الانبوبين، انبوب يمشي الى ايطاليا عبر تونس الان، انبوب مباشرة من الجزائر البحر المتوسط إلى إسبانيا والبرتغال. المسؤول السابق سوناتراك يقول كميات الغاز التي تصدرها الجزائر سنويا إلى أوروبا تفوق 42 مليار متر مكعب، بينما بإمكان انبوب روسي واحد أن يضخ هذه الكميات. يعني نحن بعيدون جدا على كمية 40% اللي ضخ فيها روسيا نحو أوروبا. يقول المسؤول السابق سوناتراك، كان عجيبني بصراحه تحليله لانه موضوعي، بكل صراحه وموضوعيه لا يوجد حاليا بلد بامكانه مواجهه الانتاج الروسي من الغاز، هناك محاولات اوروبيه لتقليل التبعيه للغاز الروسي، يخفضوا شوي عن طريق ماذا مصادر اخرى، شوي الجزائر اقصى ما يمكن ان ترسل الغاز، حاولوا مع الغاز القطري لكن عبر ناقلات غاز وليس عبر انبوب الى حد الان، والولايات المتحده الامريكيه ايضا عبر ناقلات غاز، لكن في كل حالات يؤكد انه هذا ممكن يخفف شوي من اعتماد اوروبا على الغاز الروسي، لكن قطعا ويقينا لن يحل لهم المشكل. هذا السيد فلاديمير بوتين في موقف قوه، في موقف فعلا يحسد عليه من قبل الدول الأوروبية، عنده سلاح نووي كقوة ضربة نووية ولا في العالم يعني يمس حد، لكن هو الذي هو بالعكس روسيا من تستطيع أن تحاصر أوروبا وتجوع أوروبا وتبرد أوروبا بالنسبة إلى البرد في هذا الشتاء وليس العكس، يعني الاتحاد الأوروبي وأمريكا بلازم يعملوا عليه حد شيء، هو أصلا اقتصاده مرتبط الآن بالصين والهند ودول أخرى أو الجزائر وإيران وأوا وعايشين في عقوبات اصلا، يعني حكايه فرع هذه العقوبات الاقتصاديه مهما كانت قسوتها، بل بالعكس روسيا تستطيع ان تعاقب الاتحاد الاوروبي وكل المحاولات لا تستطيع ان تعوض اكثر من 40% من الغاز الذي يذهب الى اوروبا هو من روسيا. اذا كما سمعنا مشاهدينا الكرام، فإن رياض الصيداوي يستبعد أن تقوم الجزائر بطعن روسيا في الظهر وتعويض حصتها في أوروبا التي تقدر ب40% من الاحتياج الأوروبي. هذه شهادة تونسي أصيل واعتراف منه بشهامة الجزائريين
وولائهم لحليفهم التاريخي روسيا. إذن الأوروبيين جد متخوفين من قيام روسيا بمنعهم من الغاز إذا ما حاولوا التدخل في أزمة أوكرانيا. الأوروبيين في حالة ضعف، خاصة دولة ألمانيا، إذ أن مستقبلهم مرهون بغاز روسيا، لأن الغاز الجزائري لن يصل ألمانيا إلا بعد تشييد أنبوب جديد بتكلفة ضخمة، وهو على ما يبدو ما لا تتحمله دول أوروبا، خاصة مع تهديد الحرب القريب. أما الغاز القطري فتكلفة نقله إلى أوروبا مكلفة جدا، أكبر من إنشاء أنبوب من الجزائر إلى أوروبا. لكن يوجد أمر آخر، هل ستقوم الجزائر بطعن حليفتها روسيا وإمداد أوروبا بالغاز الذي تحتاجه من أجل التملص من التبعية لروسيا؟ أم أنها ستفضل الولاء والمساعدة وتتخلى عن مكسب وفير جراء بيع حصة إضافية من الغاز؟ لكن في هذه الحالة فقد تحاول أوروبا وحلف الناتو أخذ الغاز الجزائري بالقوة. إنها الحرب، وروسيا تعلن عن قيام نظام عالمي جديد من أوكرانيا، سواء اندلعت الحرب المسلحة أو لم تندلع، ففي النهاية ستتغير أمور كثيرة بعد انتهاء هذه الأزمة، وعلى الجزائر أن تأخذ موقعها الآن قبل انتهائها. إلى اللقاء.